السر هي عبقرية الإنسان المصري وإرادة الإنسان المصري، كما تفضلت يا أستاذ ريهام. هذه الحرب بكل المقاييس هي معجزة، كل المعارك التي شهدتها هي كسر الفكرة المستحيل. يعني من يراجع حتى كتابات هذا الزمن أو هذه الفترة التاريخية المهمة، من ضمن ما أستحضره الآن في ذاكرتي ما مجموعة من الوثائق أوردها الأستاذ هيكل في كتابه عند مفترق طرق، رغم الأبعاد السياسية لهذا الكتاب، لكن كم المعلومات عن الأيام الأولى للحرب، كم الخسائر الحقيقية من مصادر موثقة أمريكية وإنجليزية وإسرائيلية أيضا، على الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، استنجاد جولدا مائير بالجانب الأمريكي، خط الإمداد الجوي اللي شكلته الولايات المتحدة لدعم إسرائيل في المعركة. ما ننساش دور الدول العربية الشقيقة معنا في هذه المرحلة واستخدام سلاح النفط. الحقيقة أيضا من يقرأ التوجيه الاستراتيجي اللي قدمه القائد الأعلى آنذاك الشهيد محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، تجد أن هذا الرجل ذهنه يستحضر تفاصيل المعركة كأنه أيضا يمهد إلى السلام. التوجيه الاستراتيجي مبني على القدرات الحقيقية لمصر، القدرات الواقعية لسير المعارك. المدفعية المصرية قدمت ملحمة هي الأعظم في التاريخ العسكري، رجال الضفادع البشرية اللي سدت فتحات النابلم في قناة السويس، المقاتل المصري نفسه، المقاتل المصري نفسه اللي شهد له العدو، المقاتل المصري نفسه وقدرته وإصراره على تحقيق النصر. علشان كده بقولك هي لحظة استدعت فيها مصر كل آلاف السنين من الحضارة من تحت جينات جلد أولادها. الحقيقة أنه كمان يعني من أعظم نتائج هذه الحرب كان السلام. فكرة أنه السلام لما يجي وانت منتصر هو فعلا حاجة تانية خالص، غير لما يجي إنقاذا لموقف، أو غير لما يجي لأنه مضطرين لهذا السلام. لا، انت ذهبت للسلام وانت قوي ومنتصر، والحقيقه انه المضطر لم يكن مصر، كان الجانب الاخر. فبالتالي يعني يمكن دي من اعظم نتائج هذا الحرب، انت محقق خطاب النصر الرئيس السادات قالها، وانت فخور بهذا السلام، وانت الجانب الاقوى في هذه الاتفاقيه. الرئيس السادات رحمه الله عليه في خطاب النصر في مجلس الشعب انذاك قال ايه؟ افضل ان يحترمني العالم دون عطف على، وألا أفضل أن أجلب عطف العالم دون احترام. صحيح، هي المعادلة كده، فأنت فرضت بقوتك هذا الحضور. صحيح.